خلينا نبتدي مع بعض بأول وصفة للنهاردة. بس قبل ما نبتدي خليني أقلب اللي أنا حطاه على النار. احنا حاطين هنا كفتة، خليني أحطها قدامي عشان أقول لكم هنعمل إيه مع بعض. وصفة لذيذة قوي، وهي الكفتة بالصوص الكريمي. الوصفة بتاعتنا علشان نعملها عايزين كيلو من اللحمة المفرومة وتكون حمرة، عايزين واحد بصل، ملح وفلفل، معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، معلقة كبيرة ليمون مبشور، واتنين معلقة كبيرة بقدونس، ملح وفلفل. الصوص عبارة عن بصلة صغيرة مقطعة صغير، 4 فصوص ثوم، 2 كوب كريمة، 1 مكعب مرق، 1 معلقة صغيرة ماسترد، تلت كوباية كاتشب، 150 جرام من الجبنة اللي بتبقى في الكوبايات دي، واتنين كوب مشروم، معلقة كبيرة زبدة، واتنين معلقة كبيرة زيت، ورشة بقدونس، وبس كفاية كده. طيب احنا دلوقتي بس هنقلب شوية الكفتة بتاعتنا على النار. عملنا الكفتة ازاي؟ طبعا بطريقة سهلة قوي، اخدنا اللحمة المفرومة، حطينا معاها البصل والملح والفلفل والبابريكا المدخنة وبشر الليمون والبقدونس والملح والفلفل، خلطناهم مع بعض كويس، واللحمة حمرة كده زي ما انتم شايفين، مفيهاش دهن خالص اهي، وحطينا كل الحاجات دي مع بعض. وبعدين عملناها، يا بتعملوها كور يا بتعملوها كده زي ما احنا عاملينها، زي ما تحب. تمام. هناخد بقى دلوقتي الكفتة بتاعتنا بعد ما كده تقريبا استوت، وهناخدها نحطها في الصينية. بالشكل ده كده علشان نشتغل في نفس الطاسة. هناخد بقى دلوقتي، انا حطيت هنا شوية زيت صغيرين علشان نقلب الكفتة فيهم. دلوقتي هناخد شوية زبدة وهنحطهم كده هنا، ونرجع على النار تاني. وعندنا الصوص بصلة صغيرة، ادي البصلة اهي، معاها الثوم، وهنقلب الكلام ده كده مع بعضه. طيب حطينا بقى يا حبايبي دلوقتي زي ما اتفقنا البصلة والثوم، ودلوقتي هنحط الماسترد وهنقلب. عندنا هنا المشروم كمان، نحطه كده معاهم تقليبتين المشروم مش اكتر. طيب هنحط دلوقتي الكريمة، وعندنا هنا دي الكريمة، طبعا هي هتكون الصوص بتاعتنا، بس انا عايزة الصوص شوية على نقول ايه، روزيه وردي كده يعني، فهنحط لها الكاتشب اللي هتديها كده لون لذيذ وطعم كمان لذيذ. طبعا لو حسينا ان الصوص تخينة على طول بنحط شوية مية. هناخد بقى دلوقتي الجبنة الكاسات اللي عندنا او جبنة الكوبايات، بتقدروا تستغنوا عنها بس هي بتدي طعم حلو، هتدينا طعم لذيذ. خلاص احنا كده تمام التمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي بعد ما خلصنا كده؟ هناخد الكفتة اللي عندنا وهنرجعها تاني على الصوص الخطيرة بتاعتنا. الصوص خطيرة بجد، خلاص هنخليها كده شوية هنا، بس انا هخليها على نار هادية خالص خالص خالص، يعني بس 4 5 دقايق كده، وهتبقى الكفتة الرهيبة بتاعتنا جاهزة. اخر حاجة هنعملها هنحط لها شوية بقدونس.